باحث في علم الاجتماع السياسي، رئيس الائتلاف المغربي للكتابية، كاتب، ناقد، مدير ديوان وزير الثقافة السابق، يعني مهتم بالشأن الثقافي بشكل عام في البلاد. وانا جد سعيد انه كانت فرصة طيبة، واخا ما كنتش يعني هي لا مقبل لما جات كيف تقولون محاسن الصدف. الاستاذ بوغنيم تكرم واستدعاني لهذا الصالون، قيم اليوم مع الاستاذ الرحالي اللي اكتشفته لاول مره من خلال القصائد ديالو الرائعه اللي شمت الاسماع ديالنا بها، من خلال الكلمات اللي تخلت حقه، من خلال الحديث معاه بشكل مباشر، ومن خلال السيده الفاضله الزوجه ديالو ورافقه الدرب الكفاح والنضال معاه. هذا مسار اسري فني انساني، ولكن اكتشفت واحد جوج ديال الاشياء نادره كان اقول يعني مفقوده في الوسط اللي تنشتغل فيه. اولا اكتشفت السر الحالي بهذا الغنى ديال الاهتمامات اللي عنده، هو مهنيا حسب ما عرفت انه مسار ضابط عسكري، ضابط كبير، وعنده يعني انشغالات عميقة بالفن والثقافة والشعر. الآن شفنا معرض لواحد ديالو وزرتهم قبل قليل مع الزوجة الفاضلة ديالو، كل لوحة توقفوا بعض الدقائق باش نفهموا السياق ديالها وشنو اللي تترمز. فحقيقة الشيء الأول اللي اكتشف هو أن عندنا كنوز عظيمة في البلاد مع الأسف ما معروفاش. يعني يمكن انشغال ديالنا كثير بالمظاهر، ما نسمعه عن الناس وما يقال عنهم يعني في الأوساط العامة. يعني من الصعب أنك تدخل بأن رجل بمسار عسكري حافل يكون عنده بنفس الحجم اهتمام وإنتاج وإبداع وحضور فكري وأدبي وشعري وفني راقي. الأخطر هو أن ولا أحد انتبه له على مستوى الرسمي والإعلامي ومستوى الصالونات اللي تتعاقد في البلاد في كل هذه المجالات اللي تكلمنا فيها. يعني هذا الاكتشاف الأول. في هذا الباب أنا تنبعد نفسي بها ان شاء الله غنذكروا في حالات كبير نهيئوه بما يلزم من الدقه والعنايه، باش على الاقل ما تبقاش في الذمه ديالي كانسان غيور على الثقافه والفن في البلاد. حضرت في هذه الامسيه الرائعه والتصالح الانساني الراقي، ما تبقاش في الذمه ديالي انك شفت كنز من كنوز البلاد ويجي واحد النهار ونبدا ناخذ الندم والحسره على انني ما قمتش بالواجب ديالي اللي كان بامكاني نقوم به، باش على الاقل يخرج في حي الضوء واللي هو كسب المغاربه كلهم ماشي غير ذاته والعائله. الشيء الثاني المهم اللي اكتشفته هو العمق والقوه ديال الوشائج عواصف المحبه والود اللي سادت هذا الصالون بين فعاليات كثيره، ولكن قطب الراحه فيها هو هذه الاسره الكريمه اللي احتضنت هذا اللقاء راقي. وتنقول بانه الى تطور هذا المشروع الى صالون ادبي وثقافي تبادلي بين مجموعه من الخبرات والفعاليات، تنظن بان هذه بحد ذاتها فرصه اخرى باش يخرج وتخرج الاعمال ديال السي الرحالي للضوء، يكتشفوا الناس العمق ديال الشخصيه وقوتها والصمام ديالها. كيف قلت باش نختم تنعاود نشدد الشكر للاخوان المنظمين واساسا السي بوغني اللي هو يعني كان له الفضل الله سبحانه في هذا اللقاء. تنقول بان واحد المثله وهي حكمه معروفة تنأمن بها ودائما تنقولها في أغلب اللقاءات، تنقول أن الثقافة هي آخر ما يتبقى للإنسان بعد أن يكون قد خسر كل شيء. بالتالي اللي ما تيهتمش بالثقافة أو ما تيعندوش هذا الحس لأن الثقافة هي المشترك وهي الإنساني وهي الثابت وهي الأساس وهي الأفق وهي الوجدان
وهي الإنسان. ما يمكنش يسمي راسه إنسان. السلام عليكم، معكم بدرية عطا الله ممثلة. كنبغي نشكر الأستاذ الرحالي، كنبغي نشكر الأستاذ الرحالي المساوي على هذه الاستضافة اللي استضفنا في المنزل ديالو، وعلى هذه الأمسية اللي دار، لأنه فعلا استفدنا منه بزاف. وإن شاء الله أنا غادي نقرأ الكتاب ديالو عن ظهر قلب، لأنه كيتضمن 12 جهة. حاول أنه يوصف كل مدينة وحدها، وكل مدينة غادي يحاول أنه يدير طابلو كيوصف القصيدة اللي كتب. وتبارك الله كيف ما كتشوفوا كاين بزاف ديال لي طابلو هنايا اللي غزالين وكيعبروا على التراث المغربي الاصيل. وكنشكر كذلك الزوجه ديالته اللي حتى هي استضفتنا، والله يخليهم بعضياتهم، والله يطول هذه المحبه ان شاء الله. وشكرا بزاف. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في القناه، والضغط على زر الجرس.